إذن مشاهدينا، انتقالة إلى محافظة البصرة وبعض المحافظات المجاورة للاطلاع على مستجدات الأخبار فيها مع مراسلنا ستار المنصوري. أهلا ستار في هذا التسجيل الصوري. نعم، ليلة البارحة شهدت مدينة البصرة توترا أمنيا في ساحة الاعتصام المركزي في فلكة البحرية، وكذلك يعني شهدت هذه الساحة مناوشات ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين بعد أن أمر محافظ البصرة بفتح الطريق المؤدي إلى فلكة البحرية. هذا ما أثار حفيظة المتظاهرين، وبالتالي أنه حصلت يعني حرق للخيام، ورفض المتظاهرين هذا العمل، وبالتالي يعني حاولت القوات الأمنية تفريقهم بالغاز المسيل للدموع، وكذلك قابلهم المتظاهرين بإحراق الإطارات في الشارع المؤدي إلى الساحة. يعني مساء اليوم ستشهد مسيرة من قبل المتظاهرين من منطقة العشار وسط البصرة إلى ساحة الاعتصام المركزي. في يعني في أمر آخر، أنه الموظفون في شركة موانئ العراق قاموا بوقفة احتجاجية داخل مبنى الشركة، وذلك لإيقاف العقود التشغيل المشترك ما بين وزارة النقل وبعض يعني الشركات الأجنبية. كذلك أنه عمليات البصرة أعلنت استمرار أو تواصل عمليات الوعد الصادق العسكرية، وأكدت أنه إلقاء القبض على 11 مطلوبا للقضاء. وأخيرا في مدينة الناصرية تم يعني إغلاق مبنى محافظة ذي قار من قبل المتظاهرين، وطالبوا بإقالة المحافظ ناظم الوائلي وحكومته. هذا كل ما لدي في مدينة البصرة وبعض مدن الجنوب، وأعود بكم إلى استوديو الأخبار.